ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزيك كارلوسم ما نبالال ذات كم تقولين يلا شوف هلا ما تنو فما قلت له ودي تكبر أشوف عند موجهة توجي عند تقول يا تشولين عند تكرر ما تشولين عند موجهة توجي جنذب إيه ما لتنا إيه نجار سنت نجار يا تفانو سنت نجار يا بلاشانو بزي مكنات سنت نجار يا لمانو سبحان الله سنت نجار يا لمانو سنت نجار يا تفانو سنت نجار يا سرانو ودي تكبراتشو وندموتشي اهتوتشي سيت لجي وندلج لغابي كاسي تاييكات بدو روزا من مناكو منا الله بيت الله مكينة الله ماستدادر الله نبرا مبالو اهون جنجزيو تاك ايرو منا اللش بيت اللش مكينة اللش منا اللش تبلا متى تاييكو سيتون اللك مالتنا إنا لله وإنا إليه راجعون. بتأمي ميا سادنو. بتأمي ميا سافرنو مالتنو. ودي تكبراتش واندموتش أهتوتشي. نبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه باستلا لفو حديث نبي صلى الله عليه وسلم منالو ليس الغنى أن خثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس يعني متفق عليه. هافت بلو مالت ينبرت بذات ايدلم يعني هافت بلو مالت ينبرت بذات اياتشو يغنذب بذات ايدلم يعني يمن بذات نونجي غنى النفس ينفسية يلب هافت ايماناتشن هافت بلو مالت يهنو እንግዲ ብዙ ሰዎች ይሄንን ሐዲስ ሳይተገብሩ ደሞ ሳይሰሙ ቀርቶ ምን ያደርጋሉ? والله ነው ምላቹ የሚያሳዝን ነገር ሴት ልጅን ትጠይቁ ገና በመጀመራ ምንድነው የሚጠይቁ? ሌላ ነገር ሳይጠይቁ ስንት ሀገር ነው በሰው ሀገር ላይ ቆየሽ ነው የሚሏት? ለምን ይሃል ቆይተሻል ሀገር ላይ ሰው ሀገር ላይ ምን ይሃል ፈርተሻል ምን አለሽ ነው የሚሏት? እንጂ ክብረ ንጽህናሽ አለ አግብተሽ ታቂያለሽ ድንግልነሽ እንደዚህ አይሉም ማለት ነው። እንዲህ ማለት ነፍስያችን ተደሃይታለች ማለት ነው። ታዲያ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነበሩበት ዘመን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰውን ሀፍታም ማድረግ ቢፈልግ ባለጥያራ يفلق نبرت اللي تتقو بفلق أشرف الخلق لنبي صلى الله عليه وسلم دنيا تكامي بالتنور لنبي صلى الله عليه وسلم نبرى الله سبحانه وتعالى هلو النقر المرد بذات من مكينة اللم أي ربنا اللم من بلا مقب أمكان بسرعة بال اللب بالزمن أنت إنيا ذاري أمارتن يانيون تتن يانيون إهنيو كالتن مامان إهنيون إيا بلا أنت فلق نمارتنا من النور بذات كذي وهنا تمر مقبه هنا بات كذي وهنا تمر قرص النام سابه هنا بات كذي
نبر نبي صلى الله عليه وسلم ينبر مالتنا ذاري نعوة تاتوج سيتوجه هيتوجه اجل لاي دولن السواكو لن يعد اللم كاقاري وطاتشو السواكو يوتو اللم كايرنو كاقاري وطاتشو السواكو أباتنا الناتوان لترادانو كاقاري وطاتشو السواكو نسكينو اجن دهو اجن لترادانو كاقاري وطاتشو تادا يلن يمستل لمن بلوك تادرغات هالا كالشالك لمن هلزة تيقات هالا الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء يا لبت يا قرآن آية إنيا وندوج كثي توجه بلتة تنكار روش دوننا اندم من نبلت أجو بقوة أجن بأخلاق أجن بثونت أجن بأستثاثب أجن مجمر مالتنا كن هي أشنفون ذاري أغر بيتم يالو وندموج بثو أغر لا يالو وندموج من هلش يالاتشو سيتوشن متفتنو متاسك أيو سيتوش اندو اندو چهي دلو يسارالو برالاتشو كن برالاتشو تامامي بثام بماساكم مشايكوشن بمردات دين مياستمرو سووشن بمردات بيت سباتشون بمردات እድሚያቸው ያልቃል ለራሳቸው ሻማ ሆኖ እንደ ሻማ እየቀለጡ ለሌሎቹም ያበሩናቸው ማለት ነው አንተ ዛሬ ለትዳር ጥያቃ መጥ የህይወት አጋራ ለትሆን መጥ ምን ትላታለ ብራለሽ ወይ ትንሽ አይሰማህ توكلت على الله بلنا ኢማኗን ውደድና اخلاقዋን ውደድና አግባት كذا بوحالا متفلقو نغر هلو نبراتم دينم بركاتو يالو ازاه تدارو ستنو هلو نغر يالو ازاه يو تستنو ازيغا متنكا كهالب بن نغر كهيتو چاچن مالتنو نبراتاچو نبراتاچو نو كدميا متو نبراتي ميتا يكشو وند لمن دنو متاقبي سنت برالش من ثرتشال مريتالش بيتالش بلو ميتايكش وند اسو سيتنو ويس وندنو اسو اسو مندنو لانشي حقيقتن اججريال اللو كهونا انديهم دمو اني يدهالجني لمثالي سويو يدهالجنو كنانش اللي اقابا فلقة نبراتي اللنجم حكش اللام والا عالشلم جن عقبت شاش بواند النتي ستر شالو بالله من قال لاي يميلو واندو شالو لم السالين والقواج النذي اللا قون باقون قون ناس كامتو اللي ماتو اند الزوار قون ناس كامتو اللي اونا تاون امياكو الله نو اونا تانش اللي ستر فالقويهن لراسو بلويهن والله عالم جن بكتتا برمي تايكو عان رهيتي من عالتشن بالي تقابتن عالتشن بكومنتنو በሶስት ወሩ ምን ጠየቀኝ ብር ጠየቀኝ የለኝም ስለው ቤትሽን ሽጪና ብር ላክልኝ አለ የት ነው ያለው ሰውየው ኢትዮጵያ ነው ያለው ተመልከቱ እሷ እዚህ አረብ ሀገር ላይ ትወጣለች ትወርዳለች እሱ ኢትዮጵያ ተቀምጦ ብር ላክ ይላታል ማለት ነው ጥንቃቄ አድርጉ እህቶች በሩቅ ኒካ መጣጥሩ እሷ ያሰራት ኒካ በቤተሰብ ነው ዘመር ነው ግን ቤተሰቦቻችሁ አያውቁ ሌላ ደግሞ አንድ ነገር አለ የቤተሰብን ፍላጎት እናሟላለን ብላችሁ የናተን ደስታ ያያለው ብላችሁ ያባቴን ደስታ ያያለው ብላችሁ የማይሆን ህይወት ውስጥ የምትገቡ እነሱ ከዛ ሰው ያመጣሉ እናንተ ደግሞ ያንን ሰው በቤተሰብ ላይ ነው የመጣ ብላችሁ አምናችሁ ግጥም ብላችሁ ትገባላችሁ ሳትወዱ ሳትፈቅሩት ማለት ነው ያንን ሰው ለምን ይሄ ይሆናል እንደዚህ የምታረጉ ህይወቶች ብዙ ናችሁ ለምን ይሄ መሆን አለበት ጥንቃቄ አድርጉ ለህይወታችሁ ዋጋ ስጡ ራሳችሁን ጠንቀቅ አድርጉ الله يرزقአችሁ حلال የሆነው ትዳር صالح يهونا وند با الله لاي تمكو تنكا قبلنا سراجون سرو انا وند موچي برن ببر اتاما اتمن مال والله برر طفينات والله برر طفينات مچينات تمت عليك تتفعلك جن جن انت لا الله بلا يادر ركو نگر لا
ለአላህ ብለ አንድን ሴት ከሰጠልክ ለአላህ ብለ አንድን ሴት ከዝሙት ከመለስካት ለአላህ ብለ አንድን ሴት ከሸፈንክላት ለአላህ ብለ አንድን ሴት ካስደሰትክ ለአላህ ብለ አንድን ነገር ካደረክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአዱንያም በአኺራም ደስተኛ ያደርጋል። ወንድሞች እህቶች አረብ ሀገር ላይ ያለ ነው እያየን አይደለም እንዴ? አረቦቹን ሀፍታሞቹን ባለመኪናዎቹን ባለፎቆቹን እያየን አይደለም እንዴ? እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ከቤታችሁ ውስጥ መርፌና ክኒና ይጣፋል? የኔ አባት ያንቺ አባት ቆሎና ቂጣና እንጀራ በልቶ በጤናቸው አይደለም ይኖሩ? በአማት ውስጥ ሁለት ቢታከሙ ነው ሶስት ቢታከሙ ነው በፍቅር ነው የሚኖሩ። እነዚህ ግን ሀፍታሞች በመኪና ሄዳሉ በመኪና ይመጣሉ። ግማሹ በሱካር በሽታ አያችሁ። ብር ጤና ብር እንደማጠቅም አያችሁ። ብር እኮ ጤና አትሆንም። ብር ፍቅር አትሆንም። ብር ትዳር አትሆንም። ብር ልጅ አይሆንም። ብር መቃብራችን ውስጥ ስንገባ ቅጣቱን አትቀንስልን። ስማ ይጠቅመሃል። ታግብር፣ በአላህ ተማመን፣ በሐላል አግባ። ከዛ በኋላም ከሷ ጋር መክሰብ ከሷ ጋር መኖር ከጀመርክ አብራችሁ ተባብራችሁ ተመካክራችሁ ተፈቃቅራችሁ ተዋዳችሁ የምትተሩት ንብረት የምታመጡት ገንዘብ ያ ነው በረካ ያለው። ያ ነው ሰው ዘንድም አላህ ዘንድም የሚያስደስተው። በአላህ ተማመን ወንድሜ፣ አትፍራ፣ አግባ። ካገባ በኋላ ደግሞ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ላይ ጠንክር፣ ሐቋን በምትችለው አቅም አማክራት። ይሄ መልእክቴ ለወንድሞቼ አድርሱልኝ። ህይወታችሁ ለምታበላሹ ወንድሞቼ 10 አመት 15 አመት እዚህ ሀገር ቆይታችሁ ሀገር ስትገቡ እንደገና የሰው ሰራተኛ የምትሆኑ ሀገር ስትገቡ እንደገና ኩምታ ለምትሸከሙ ሀገር ስትገቡ እንደገና በረንዳ ስር የምትቀመጡ ሀገር ስትገቡ አያችሁ ምንም ዘልዛላ ሆናችሁ ጫትና ሲጃራ ብቻ በማጨስ ራሳችሁን የምታንገላቱ ጭንቅላታችሁን ክፈቱና ተማሩ፣ ተመራመሩበት፣ ወጣትነታችሁን ተጠቀሙበት። ይሄ የወንድማችሁ መልእክት ነው፣ ይጠቅማችኋል ብዬ ነው። ምክንያቱም ለራሴ የምወደውን ነገር ለእናንተ ወድላችኋለሁ ማለት ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰው ኢማኑ ሙሉ አይሆንም አሉ። ምን እስከሚሆን ድረስ ለራሱ የሚወደውን ለወንድሙ እስካልወደደ ድረስ። ወንድሞቼ ለእናንተ መልካም ህይወት፣ ጥሩ ህይወት እመኝላችኋለሁ። በሴት ብር አትተማመኑ። ብሩን ሰማት ኢማኗን የምታስደስታችሁን ነገር ብር ደስታን አያመጣምና ማለት ነው። ይሄ መልእክት ሼር እያደረጋችሁ አድርሱልኝ። የምንጠቀም እናንተን በሰማችሁ እኔም በተናገርኩኝ የምንጠቀምበት አላህ አድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ደህና ዋሉ።